في وقت الموتوسيكل هنا في اللعبه دي مختلفه شويه بصراحه، جامده جدا. ولا 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 يخرب بيتك والله اتوبيس معدي من جنبك. المهمات هنا كتيره والخريطه هنا كبيره جدا الصراحه. تعرف البتاعه دي يعني موجوده في الخريطه كلها، متفرقين كده في كذا مكان في الخريطه. هو المطلوب منك ان انت بتروح المكان ده تعمل له اكتيفيت، بس مش عارف يعني هي فايدته ايه، بس احنا بنعمل له اكتيفيت وخلاص، لان هو موجود من ضمن المهمات اللي هو بيطلبها منك. فانت لازم تروح تعمل اكتيفيت للبتاعه دي وتطلع شعاع كده لفوق وبتسيبها بقى بعد كده. احنا بقى نروح نشوف مكان نحط فيه المخيم بتاعنا، لان تقريبا شكله كده المكان جديد واحتمال نطول فيه شويه. انا بحاول اجمع لوت لان بصراحه انا محتاج اصنع اسلحه بقى وعايز اطور من نفسي شويه، لان في اماكن بيبقى فيها صناديق محترمه كده ممكن تطلع منها لوت كويس جدا، يعني بتطلع منها حاجات حلوه. مش عارف في حاجه هنا غريبه، مش عارف في بيبقى في اصوات برضو بتسمعها كده موجوده، يعني في حاجه ضربتني هنا انا مش عارف ده بصراحه ايه، مع ان انا مش شايفه هو مش موجود اساسا. لا اجري بقى يا معلم. احنا بقى نشيل البرميل ده ونحدفه عليه. اول مره اشوف خيال مآتة زومبي. البيت ده فيه لود جامد جدا، والصندوق حتى اللي طالع منه اضاءه عاليه جدا. بلاحظ دايما ان في اسامي لعيبه كتيره دايما موجودين على الارض في كل حته، مش عارف هل دول بقى ماتوا اساسا ولا هم كانوا وموجودين وخرجوا من اللعبه. طبعا لما بيرجعوا مثلا يكونوا في نفس المكان، بس بصراحه مش عارف. بس انت ما تضغط على اي واحد منهم تفتح لك القايمه ويقول لك اعمل لايك يعني ان انت تضيفه عندك مثلا كصديق او حاجه، لكن انا مش عارف يعني هو السبب ايه يعني هم موجودين في كل حته. ايوه بقى نروح نشوف الصندوق ايه ده، برده فيه لعيبه يعني يعني هما ماتوا برضو قدام الصندوق. يا عم ده يا عم يا عم الصندوق ده تقريبا، بس هو ممكن يكون من ضمن الحاجات من ضمن المهمات اللي بتبقى موجوده في اللعبه. في شكل غريب برضو متعلق كده فوق، ولا هو بيطير ولا هو بيتضرب ولا اي حاجه يعني. وفي برضو لعيبه برضو موجوده على الارض. ايه ده، ده في حد ضرب فلاش في ظهري، ده زومبي، زومبي الكشاف. المكان ده شكل مرعب، وانا من رايي ان انا ارجع للبيت افضل. ايه ده عفريت العلب، تخيل انت تيجي تفتح صندوق يطلع لك عفريت. اهلا بكم شباب في فيديو جديد على قناه ليدو جيمز، واجمل لعبه بقاء على قيد الحياه لعبه وانس هومن. اللعبه دي جامده جدا يا شباب بصراحه، عشان كده انا عملت عليها فيديو تاني وهنعمل عليها تالت ورابع برضه، لان اللعبه شامله بصراحه يعني مختلفه غير اي لعبه بقاء على قيد الحياه المتعارف عليها اللي انت دايما بتلعبها. فيها مميزات الالعاب العاديه اللي انت بتلعبها، لكن اللعبه نفسها متطوره شويه عن الالعاب الثانيه. اللعبه جامده جدا، شكل مختلف خالص بالنسبه لبناء وتجمع موارد. الزومبي نفسهم يعني شكل الزومبي هنا شكلهم كيوت كده، حاجه كده جميله، شكلهم مختلف يعني شكل مختلف غير الزومبي اللي انت بتشوفه في اي لعبه وفي اي حتى في الافلام، يعني حتى هم تلاقي الاشكال كلها شبه بعضها، لكن هنا في اللعبه دي تلاقي موضوع مختلف خالص. شكل الزومبي، شكل الوحوش حتى اللي موجوده يعني حاجات خفيفه كده، بس هي في منها مرعب وفي منها ضمك مره واحده، لكن هي مختلفه شويه يا شباب. واللعبه جامده انت هتحبها ده، يعني انت طول ما انت بتلعب بتفضل تحب اللعب. اما بقى بالنسبه للاسئله الخاص بلعبه وانس هومن، وطبعا الناس حابه اللي هي عايزه تجرب اللعبه، فهي في مشكله دلوقتي عندهم في اللي هم عايزين يحملوها او اللي هم يجربوا اللعبه. فاللعبه دلوقتي انت اساسا، فالمشكله هنا مش في تحميل اللعبه خالص، انت حتى دلوقتي لو دخلت على الموقع الرسمي بتاع اللعبه عادي ممكن تحمل اللعبه، بس هنا المشكله ان لازم يكون معاك مفتاح عشان خاطر تعرف تدخل، تعرف تعمل تسجيل دخول وتدخل تلعب اللعبه. فهي المشكله في مفتاح تشغيل اللعبه مش في تحميل اللعبه، فعشان كده انا لو كان في مفاتيح معايا كنت اديتها لكم يعني على فكره، بس هو جالي مفتاح واحد اللي انا شغلت بيه اللعبه اللي هو قدامك ده، لكن غير كده انا ما جاليش مفاتيح ثانيه بصراحه. تقريبا في مشكله في موضوع المفاتيح، يعني اللي جرب اللعبه جربها يعني انا اخدته كده بالعافيه، وانا كنت قلت لكم السبب هو بسبب ان انا روح كنت بقدم اساسا على اللعبه دي من بدري، وكمان عشان خاطر عندي القناه على اليوتيوب، فهو اعطاني المفتاح السبب ده، غير كده انا ما كنتش اعرف اخد المفتاح يعني. فبس هي دي المشكله كلها. اما بقى بالنسبه لنسخه الهاتف موبايل سواء كان اندرويد او اي او اس، حاليا في تسجيل مسبق للعبه بالنسبه
للهواتف كلها او حتى البي سي نفسه. يعني في عايز تسجل في البي سي في تسجيل مسبق، لو انت عايز تحملها من ستيم ممكن تدخل على ستيم تعمل تسجيل مسبق برضه في ستيم، ولما اللعبه تنزل بشكل رسمي تقدر تحملها منه. ونفس القصه بالنسبه للهواتف، في تسجيل مسبق للاي او اس وخاص بالاندرويد، وقريب جدا ان شاء الله هتنزل برضه تجربه على الاي او اس تقريبا برضه هيبقى للاندرويد، بس لسه ما فيش ميعاد ثابت ان اللعبه هتنزل على الهواتف، لكن هي هتنزل، لكن الميعاد امتى الله اعلم، ده اللي نعرفه بعد كده ان شاء الله. لا شباب كان فيديو سريع عشان برضو محدش يزهق ولا يميل، انا الفيديو اللي فات طولت فيه شوية، المرة دي نقصر فيه شوية. لو عجبكم الفيديو شباب طبعا تنساش تعمل اللايك وتعمل اشتراك في القناة، لو انت حابين برضو نتكلم على الوانس هما تاني اكتب لي تحت في الكومنتات. اشوفكم على خير وسلام.